ولمناقشة أوضاع الأهالي في ديالى في ظل انتهاكات الميليشيات ضدهم، تنضم إلينا عبر الهاتف من ستوكهولم الناشطة في حقوق الإنسان آمال الظفيري. حياكم الله أستاذة آمال. حياك الله، شكرا. أهلا بك أستاذة آمال. سكان قرى شروين في قضاء الخالص التابع لمحافظة ديالى مهددون كما تعلمين بالتهجير باسم القانون من قبل منتسبين في شرطة ديالى. يعني السؤال هنا، ألم تتعهد حكومة السوداني بإرساء دولة القانون؟ برأيك هل يمكن لدولة القانون أن تدار بالوشايات والشبه؟ نعم، شكرا. أنا بس يعني أردمتي في المقدمة. ديالى من 2003 لحد اليوم بيصير بها تغيير ديموغرافي ممنهج وأبد ما توقف. دخلة يعني هجروا أهاليها المختلف الأسباب، منها آخر شيء اللي هي كانت داعش، بحجة أن نطلع داعش، طلعوا داعش دخلت بمكانها الميليشيات. الميليشيات ما سوت أقل من اللي سوته داعش، وإنما أتعس من اللي سوته داعش. ديالى موقعها الجغرافي جدا حساس، لأن يعني عندها حدود مع إيران، فهي هدف لازم يصير بها تغيير ديموغرافي حتى تكون هي ممر لإيران ومن ثم سوريا. فهذه ديالى ما راح تنتهي مشكلتها، يعني ما أعرف إلا يعني الدولة، ولو أنا ما عندي يعني أي شك إنه الدولة ما متواطئة بهذا العملية. هسه هذه الحالة، حالة هذه قرية شروين، هذه مو جديدة ولا أول مرة قاعدة تصير بكثير أماكن، اللي هو بالترغيب وبالترهيب يطلبون من الناس ترك أراضيهم. هذا هو حكم الميليشيات، يعني ما عندنا احنا ما حد يقدر يوقفهم، هذا حكم الميليشيات. نسأل بيها السيد العامري، ونسأل بيها قيس الخزعلي، ونسأل بيها الحشد، هنا نسأل، هم ذول اللي يقررون على أرض ديالى. نعم. أستاذة آمال، يعني إذا بناء على ماذا تعهدت حكومة السوداني بإرساء دولة القانون في هذه المناطق؟ بناء على ماذا؟ هل هي مجرد بروباغندا إعلامية أم ماذا؟ طبعا بالتأكيد، يعني احنا العراقيين لازم نركز على شغلة. هو من اللي جاب يعني هل رئيس الوزراء اجى يعني بانتخاب الشعب، أم هو اجى بترشيح من قادة الميليشيات؟ قادة الميليشيات هي اللي عينت رئيس الوزراء، وليس العكس. يعني فأنا اللي أعتقد أنه رئيس الوزراء ما عنده أي سلطة ووعود أو كلام. إحنا اللي يحكم على الأرض، من هو اللي يحكم على الأرض؟ هي الميليشيات. الميليشيات هي كلمتها الماشية، أما وعود رئيس الوزراء هذا شيء خصه. طيب، ما مصلحة الحكومة في بغداد من غض الطرف عن هذه الانتهاكات؟ يعني ذكرت أن هناك تواطؤ، ولكن ما هي المصلحة؟ لمصلحة من يتم التواطؤ؟ هل الحكومة متواطئة بالفعل مع إيران في هذا الاتجاه، أم هناك لربما مصالح خاصة في هذا الموضوع؟ ما اقدر، يعني ما اعرف شلون العراقيين يقولون احنا عندنا حكومه عراقيه. احنا هذه الحكومه عراقيه لكن ايرانيه بالباطن. كل اللي يدعم هذه الحكومه هو ايراني، ميليشيات ايرانيه، حرس ثوري ايراني. احنا يعني احنا دوله محتله، ما عندنا سياده، محتله من قبل الولايات المتحده الامريكيه ومن قبل ايران. هذا اللي دا يصير، يعني مو اقول هو الدوله مو ما تعرف، وهذا هو الميليشيات قاعده تنفذ برنامج الحكومه، وليس يعني من وراء ظهر الحكومه. هم ينفذون برنامج الحكومه الموجوده اللي هي حكومه الاطار التنسيقي. فاني ما دا اتخيل انه رئيس الوزراء او الحكومه ممكن تعترض او
تفي بوعد يعني كذاب، تعترض وتطلع هذه الميليشيات. لا، هذا الميليشيات قاعد تنفذ برنامج الحكومة اللي هي حكومة إيرانية بس بالمواطنين اللي بيها هم عراقيين. نعم، أين دور المجتمع الدولي يعني والأمم المتحدة في كل ما يحصل؟ يعني أليس من المفترض أن يكون لهم دور حاسم لربما في مثل هذه الانتهاكات؟ عن أي الأمم المتحدة هي مؤسسة مسيسة. احنا عندنا مشكلة، احنا عندنا القوى العظمى اللي هي أمريكا الوحيدة اللي هي تحتلنا، هي اللي ماسكة الأمم المتحدة، هي اللي ماسكة القرارات الدولية. احنا هذا اللي احنا به الولايات المتحدة الأمريكية منطيته شرعية لحد الآن. وكم مرة تتكلم حضرة السفيرة الأمريكية، تتكلم عن العراق، تتكلم، لكن ولا مرة تكلمت عن حقوق الإنسان العراقي، ولا مرة تكلمت عن المغيبين، عن المهجرين. الولايات المتحدة الأمريكية عندها هدف واحد، نفط يبقى مستمر، شركات تشتغل، أما آخر أولوياتها هو حقوق الإنسان العراقي. وإحنا شفنا حقوق الإنسان السوري وين راحت، حقوق الإنسان اليمني وين راحت، وحتى هسه شوفوا الأوكراني هذه كذوبة اسمها. نعم. طيب أستاذة أمال، يعني بصفتك ناشطة في حقوق الإنسان، حبذا لو تذكري لنا الفائدة من توثيق الانتهاكات التي تحصل الآن. طبعا هي هذا التوثيق جدا مهم، لأن الأمور ما تبقى هي على حالها. يعني هذه التاريخ هذا يقول لنا تاريخ أمم تصعد وأمم تنزل. توثيق هذا ضروري، لازم يوم من الأيام يكون لنا صوت مسموع ونقدر نشوف هذه العالم على اللي صار. يعني مثلا مجازر كثير صار لنا مر عليها 500 سنة و 400 سنة، الآن أهاليتهم يطالبون بالاعتراف بهذه المجازر، مثل ما صار بالجزائر ومجازر من قبل القوات الفرنسية، مثل ما دا يصير بهواي أماكن. ف هذا ضروري، لأن يجي يوم من الأيام وإحنا نطالب هذه الدول اللي احتلتنا بالاعتذار أو تقديم تعويضات. هذا الأمر جدا مهم. نعم، إذن كنت ضيفتنا عبر الهاتف من ستوكهولم الناشطة في حقوق الإنسان الأستاذة آمال الظفيري، شكرا جزيلا لك.